مع كلمة السيد رئيس الجمهورية القائد لأعلى القوات المسلحة. شكرا يا ياسر. قائد الطابور قائد الطابور لو سمحت اعمل جنب سلاح. مجموعات العرض العسكري جنب سلاح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة النهاردة ما كانش طبعا يعني في ترتيب لكلمة أوجهها للخريجين في اليوم دوت، لكن مش هيفوتني أبدا إن أنا في البداية إن أنا أوجه التحية والتقدير والاعتزاز للأسر، لأولياء الأمور اللي هم أيوة نعم اللي هم يعني سهروا وربوا وأنفقوا وفي الآخر جم قدموا أبنائهم لبلدهم مصر عشان أبنائهم يبقوا مسؤولين عن حماية هذه الدولة، أمنها وسلامها وسلامتها كمان. فأنا ده أمر عظيم قوي إن الأسر اللي زي ما قلت كده سهرت وعملت ده كله جاية في الآخر بتقول طيب أنا بقدم ابني لأجل خاطر بلدنا مصر. فأنا بقول لكم جميعا شكرا جزيلا باسمي وباسم كل المصريين، باسم كل الأسر المصرية، شكرا جزيلا.